هذه الكأس والراح إني أحب وبعض الحب ترفاح أنا الدمشقي لو جرحته جسدي لسأل منه على قيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي صار ليش وقف لحالك؟ عم بقرا بس انا شايف شكلك مو على بعضه مغير روايه بتبكي نزار لا تطلع فيي هيك يمكن بدي ابكي اذا شفتني وانا عم ابكي رح اخجل منك كثير نزار طلع لبعيد بدي ابكي ماما وصال صار لك فترة مشغولة البال مو على بعضك فيني أعرف السبب ما في شي ماما ماما صارحيني إذا في شي أنا بساعدك صدقيني ما في شي بس بجوز إنك شايفتيني هيك لأنه ضجاني شوي مو أكتر طيب ماما اليوم جيراننا بيت أبو مصطفى عزموني على عرس بنتهم عرس الخميس الجاي فحضري حالك لا ماما بترجاكي انا مالي نفس احضر هيك عراس روحي انتي وهيفا بس ايه
ثلاثة الموسيقى. يلا عندك الموسيقى. اسمع يا ولد، قصة العطور وتياب الفخمة هاي مو جديدة علي. أنا من أيام طفولتي ما بتذكر حالي إلا هيك، لأنه الجمال جزء أساسي بحياتي، وهذا اللي حاولت أعلمكم إياه. شوف يا نزار، الجمال موجود بالكون كله، ممكن تشوفه بزهرة أو غيمة أو ضحكة طفل أو صوت مطرب أو وش صبية حلوة. إيه إيه، بوش صبية حلوة مشان تنبسط حضرتك. وبما أنه الجمال بيغريني لهالدرجة، بتشوفني دائما محضر حالي لاستقباله بالروح والمظهر، حتى ما ياخدني على غفلة. لحد هلا وبعد ما كبرت بالسن، لما بتصبح بعيون مرة حلوة ضل طول النهار عم زقزق مثل العصافير. قبل مدة جابوا لجامع الحارة مؤدي صوته مشي، لما سمعته طار عقلي. لك يا جماعة، الأذان شباك مفتوح على نور الله، واحة من واحات الإيمان. لك ليش لحتى نقوله بصوت مشي؟ قمت بعتت خبر لإدارة الجامع، إذا ما بتغيروا أنا راح أتصرف ورحله. قاموا بدلوا. القصد من هالكلام يا نزار إني وصلك لهالنتيجة. تأمل الجمال ودوام طعمه بأحاسيس طاهرة وين ما كان وبأي صورة كان، عبادة من عبادات الله. وأي واحد بيقول لك غير هالكلام لا تتعلم. شلون أنا بدي صورك مع هالكلام الحلو اللي قلته؟ لا تصورني معه بالكاميرا، تبو شعر. انتوا صرتوا شباب ولازم تحكوا مع رفقاتكم ورفقاتكم يحكوا معكم، وهيك التليفون بخفف عليكم مشاوير. قولي انك جبت التليفون مشان ابنك وحبيبك نزار، مو مشاننا كلنا. ليش هيك عم تحكي ماما معتز؟ انتوا كلكم اولادي. انتي وبابا عم تخلون حسوا كانه معكم ابن غيره. لا يا ماما لا، انا ما بيهون علي تفكر هيك، كبر عقلك. لا تصدق يا ابني انه في ام واب بحبوا ولد اكثر من ولد، بحبوا كل اولادهم لأنه من روحه. وأخوك نزار هو وصغير تعرض لحادث مشؤوم، مشان هيك تعودنا أنه نراعي، وهذا السبب ما لازم يخليك تغار من أخوك. ولما قربت الثورة تعم فلسطين كلها وبلشت انتصاراتنا بالمعارك تزيد، اجت الأوامر وقالت وقفوا كل شيء. أوامر شو؟ ومين اللي عطاكم إياها؟ اجت الأوامر وضيعتنا وما قدرت أفهم شيء. قال شو؟ اجتمع الزعماء العرب وقرروا ما بقى في لزوم للثورة طالما الإنجليز وعدوهم بإقامة دولة فلسطينية يعيش فيها اليهود والعرب مع بعض. وإمتى كانوا الإنجليز يوفوا بوعودهم؟ أنا بعرف، بس هذا اللي صار. أمنا تفرطعنا وكل مين منا حمل سلاحه ورجع بلده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رح يضيعوا فلسطين. وبكرة بذكرك بهالشي. وأما هي فقد أصابتها غشية ما ظنها أحد تفيق منها، وناء بها الخطب فتركها واجمة وعليها تكاد ترهق نفسها من الحزن والهلع،
وجزع الناس لمصابها وخافوا على حياتها ودعوا الله أن يوزعها الصبر ويشبع قلبها بالسلوى. معنا على العرس؟ لا وصال تعبانة. يلا روحي جهزي حالك بسرعة. يلا حاضر.
امي طلع شوفي مستر عم فيقه وما عم ترد. طيب يا مو انا طالعه فيقه. ماما وصال فيقي بقى تاخر الوقت. يا وصال فيقي لا تعذبيني. ماما وصال ماما وصال وصال ردي علي ماما. فيقي ماما وصال يا وصال وصال ماما ماما وصال وصال فيه ماما فيه ماما وصال ماما وصال وصال. الشهيدة هي أختي الكبرى وصال، قتلت نفسها بكل بساطة وبشاعرية منقطعة النظير لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها. صورة أختي وهي تموت محفورة في لحمي، لا أزال أذكر وجهها الملائكي وقسماتها النورانية وابتسامتها الجميلة وهي تموت. كانت في ميتتها أجمل من رابعة العدوية وأروع من كليوباترا المصرية. حين مشيت في جنازة أختي وأنا في الخامسة عشرة كان الحب يمشي إلى جانبي في الجنازة ويشد على ذراعي ويبكي. زرعوا أختي في التراب وعدنا في اليوم التالي لنزورها لم نجد القبر، وإنما وجدنا مكانه وردة. هل كان موت أختي في سبيل الحب أحد العوامل النفسية التي جعلتني أتوفز لشعر الحب بكل طاقاتي وأهبه أجمل كلماتي؟ هل كانت كتاباتي عن الحب تعويضا لما حرمت منه أختي وانتقاما لها من مجتمع يرفض الحب ويطارده بالفؤوس والبنادق؟ Fuck.
الفستان لسه ما لبسته يا توفي، ما لبسته. ليش سافرتي ورحتي بكتير وحرقتي قلبي عليك يا أمي؟ ليش ليش كنت خدي روحي قبل ما تموتي وريحيني من العذاب؟ رح يضل قلبي محروق عليك طول العمر طول العمر. أمر الله ونفد يا فايزي، أمر الله ونفد. الله يلهمنا الصبر والنسيان. خلص ما عاد أحكي، بس خليني أبكي على حبيبتي ويسار، خليني أبكي عليها لأني ما عاد شوفها بعد اليوم. يا حبيبتي يا أمي. نزار، الألم والموت موجودين دائما بالحياة، واكتشاف هالشي مو لازم يخلينا نكون ياسين أبدا، بالعكس لازم تطلع من المعاناة بشي مفيد. نزار اكتب الشعر، اكتب مشاعرك. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، تذكر هالشي دائما، وتذكر إنه كل الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية كلها طلعت من عجينة الألم. بس أستاذ هلأ أنا حزين ومتألم، ولو حاولت اكتب مشاعري بهاللحظة يمكن تصير الورقة سودة وتضيع منها الحروف. وهذا الشيء اللي بدي اياه منك، تكتب اللي قلته بس بالشعر. انا ما عم بقول لا تحزن ولا تتألم، هرول مثل ما قهروك، ما في طريقة لقهر الحزن والألم الا الكتابة عنهم. بالمناسبة انا بنصح ما تقطع رحلتك لإيطاليا اللي قررتها المدرسة، لانها رح تكون فرصة تغير فيها جو تروح شوي عن نفسك. ها يا مو، اسمحي لي اطفي الوردة. طبعا بسمح لك، لاني بعرف لمين بدك تهديه. لا تنسى تسلم لي عليها. الله يسلمك. يا اختي شو عم تسوي هون؟ والله صرت اقول لك ألف مره قبر جوزك مو هون.
لساتك عم تيجي وبتنوحي كل يوم فوق بشكل. الله يرضى عليك ويخليك لأولادك، دلني عليه. أنا يا ابني كبرت وما عتقدر ميز قبل من تاني. تعالي تعالي خلصيني. هذا قبر جوزك سليم، سمعانة؟ شوفيه منيح واحفظي أورنته. الله يعينك. إن شاء الله ما عاد تضيعه. كثر خيرك يا أبي. والله يرحم أمواتك وكل الأموات اللي بهالمقبرة. السلام عليكم، شو قصة الختيارة؟ كل ما أجي تزور بدنا نعيد أنا وياها نفس القصة. بس أنا بتحملها شوي. لأنه المرحوم جوزها مات شهيد بثورة فلسطين، وصل لهون على الشام وبجسمه 36 جرح، سلم الروح ببيته وبين أهله وجيرانه. مو حضرتك ابن توفيق أفندي؟ أي نعم أنا ابنه. الله يرحمه. تعيش. والله يا عمي خايف يجي يوم ويصير فيني مثل الختيارة وأنسى قبر أختي. صرت بعرفه من بين كل أبورة، لأنه من اليوم اللي إجت فيه ضيفة على هالمقبرة بعمري ما مرقت بجنب أبرة وشفت الخضار يابس بتربتها. الله يرحمه. عفوا انا اسف، فعلا انا اسف. لا ولا يهمك، كمان كانت غلطتي. بعدين انا بحب العيون الزرق، ممكن سامح اصحابي على كل شي بيعملوا. التقينا قبل هالمره، وشك مو غريب علي، تذكرتني؟ أنا آسف ما تذكرت. بلا تذكر منيح، التقينا قبل سنة تقريبا بهالمكتبة بالذات، ويومها ساعدتني باختيار الكتب ونصحتني بكتاب عن أدب الرحلات، اشتريته وقريته واستمتعت فيه كتير، وأجي الوقت اللي أشكرك على هالنصيحة هاي. بحب أكد لك أنه ذكرتي كتير منيحة وأنه ما التقينا، بس يمكن تكوني عم تحكي عن شخص تاني بيشبهني مثلا. ممكن يلتقى ناس كتير بيشبهوا بعض، بس الشخص اللي عم بحكي عنه وممكن يكون غير انت لسبب بسيط كتير، هو انه صوتك مميز صعب اغلط فيه. انا عندي وقت فراغ كتير، ممكن نكمل حديثنا ونلتقى؟ أنا بكون مسرور كتير إذا التقينا. أنا اسمي سبيدة. وأنا اسمي نزار.
المعلم تعمل نقص بسرعه. شارعنا يمشي على شوقه، يمشي على جرح هوى مرعب، يمشي بلا وعي ولا غاية، مثلك يا مبهمة المطلب. حركت بالإيقاع أحجارا فاندفعت في عزة الموكب، فديت يا ساحبة خلفها شيئا من الليل من المغرب. أهذه أنت؟ إشارة استفهام. صباحي رضا، أعمارنا قبلك لم تكتبي. عدي الجملة الأخيرة، عيديها. هذه أنت صباحي رضا، أعمارنا قبلك لم تكتبي. شو في يا بنات؟ شو عم تعملوا عندكم؟ ليش متجمعين هيك وليش مانكم بالباحة؟ شو في بإيديكم؟ فرجيني شو في ورا ظهرك لميس. ما في شي لميس. أنا شفت بإيدك ورقة وقت دخلت الصف خبيتيها ورا ظهرك. شيلي إيدك من ورا ظهرك وورجيني شو فيها. قلت لك ما في شي. يعني مصرة أستخدم معك القوة مو هيك؟ طيب. هيك لكان قصائد سرية مكتوبة بخط الإيد، وأنتوا كتبتوا القصيدة على دفاتركم مو هيك؟ طيب، هالمرة رح أغض النظر عن هالشي اللي صار، بس تاني مرة إذا بتتكرر الحادثة رح خبر أهاليكم وبعت لهم كتب خطية تحت يكونوا بصورة اللي عم تعملوه. يعني نحن شو عملنا غلط؟ شعر أدبي وعم نقرأه. بلا لعي وقلة أدب، شعر أدبي. الشعر المسموح لكم تقروا هو الشعر الموجود بالكتب المدرسية وبس. يلا طلعوا على البحر هلأ لشوف. شعرنا يمشي على شوقه، يمشي على جرحه. ويمنحني فغرها موعدا، فيخضر في شفتيها الصدى، وأمضي إليها أنا شهقات القلوع، شهقات القلوع تغازل لون المدى. وأين القرار؟ سبقت الزمان، سبقت المكان، سبقت غدا. يا أمي بترجع من جامعتك رأساً على الكتابة، الأكل جاهز تقبرني. قوم قوم برضاي عليك تاكل لك لقمة. جاي يا أمي، جاي والله جاي جاي، بس بدي منك شغلة. الله يخليكي، قصة الأكل هاي مشان تريحي بالك يعني. بلا أنا بس جوع باكل بهجم على الأكل. أنا معك نزار الصغير يلي رضعتي لصار عمره ما بعرف 7 سنين، وطعمتي بإيدك لصار عمره 12 سنة. أنا كبرت يا أمي، والله كبرت، والسنة الجاية بتخرج من الجامعة. ها ولو كبرت ولو تجوزت وصار عندك أولاد وأحفاد، رح تضل بنظري نزار الصغير، عجبك أو ما عجبك تصفي. ولو جوزوك ست الحسن وأحسن طباخة بالدنيا، رح أضل لاحقتك بتناجر أكلي، لأنه بعرف إنك ما حتحب أكل حدا مثل ما بتحب أكل أمك. مزبوط يا أم، والله مزبوط. ها بس شو رأيك هلأ نقطعها بعروسة بزعتر وزيت ومنه شغلتين، كون أكلت وما بتعطل عن كتابتي. لك أمي الأكل جاهز، ليش بدك تمضيها بعروسة زعتر وزيت؟ طيب مازال ذكرتي أيام الطفولة، أنا هلأ ما عاد حابب أكبر، وبدي هلأ عروسة زعتر بزيت من إيديك الحلوين. يلا. حاضر ماما حاضر.
مدرسة هويدا. مرحبا. أهلين حسان. تفضلي. شو هاي؟ يوم الخميس جاي في حفلة تعارف بين طلاب الجامعة وهي برنامج الاحتفال. بعرف إنه ممنعتك تحضري حفلات الجامعة، بس هذا الاحتفال بالذات بتمناكي عن جد إنك تحضري. وليش هالاحتفال بالذات؟ لأني أنا عريف الحفلة وبتمناها تنجح. إيه وشو يعني؟ بصراحة. طبعاً بصراحة. أنت وجودك بأي مطرح بيعمل عجقة، والعجقة هي من أهم عوامل نجاح أي حفلة. بس طالما نزار أباني رح يلقي قصيدة بالحفلة، بعتقد ما رح تنقصك العجقة. يعني جاي؟ إن شاء الله. لذلك لاحظ المشرع هذا البعد الاجتماعي لهذه الإشكالية القانونية وأكد على هذا البعد، وبالتالي ترك للمحكمة تقدير ظروف الجاني الاجتماعية ومدى تأثيرها في تخفيف الحكم. أيوة هلأ وضحت النقطة. يسلم إيدك دكتور. هذا واجب يا ابني، أعطيك العافية. شكرا. مرحبا أبو نزر. سانو. هلأ شفت هويدا؟ إيه. وعدتني أنه تحضر الحفلة. شلون بدك إياها ما تحضر وهي متوقع أن القصيدة اللي حلقيها بالحفلة كاتبها مشانها؟ وينها؟ بعدين لميس لإمتى بدنا نضل ناطرين؟ بالعادة بيقعد هون، ما بعرف ليش متأخر اليوم. هلأ فرضاً إن شفتيه شو بدك تقلي له؟ ما بدي أقول له شي، بس بدي أشوفه. كنت سعيدة بحياتي مع فوزي، كان ضابط بالجيش، وقبل ما تبلش الحرب بفترة استدعوه لفرنسا وهنيك ضموه للجيش الفرنسي وانقتل بأول معركة مع الألمان. لقيت حالي وحيدة بفرنسا، اخترت أرجع لهون لبلدي وكمل حياتي. صحيح الوحدة هون بتعذب وبتقلم، بس الوحدة بالغربة بتقتل. لهيك بتشوفني رغم الضجر والكآبة راضية بكل تعاسات الأرض، شرط اني ضل عايشة. عذريني إذا حاولت دافع عن ذاكرتي وقل لك إنه هي أول مرة بسمع فيها بقصة زوجك، مشان ما تتهمي ذاكرتك بإنها عم تخونك. خلينا نعترف لبعض اعتراف صريح، أنا وإنتي صرنا منعرف أهم شي عن بعض. أنا شاعر عم أدور على الأحلام، وأنت إنسانة عم تدوري على فرصة جديدة بالحياة، والهدفين هدول إلهم طبيعة واحدة، ممكن يخلونا أصدقاء. شو رأيك؟ أنت عم تطلب مني اللي كنت بدي أطلبه منك، بس خلاص ما عاد عندي شيء أحكي. لا في شيء تاني تحكي. شو هو؟ منين بدنا نبدأ؟ وشو بدك مني بالضبط؟ بدي نمشي سوا بالشوارع، ناكل سوا بالمطعم، نسهر ونرقص بالنوادي، احكي لك وتحكي لي كل شي بيخطر على بالنا، باخر الليل توصلني على البيت. المهم ما ضل وحيدة. وانا ما رح احب شي بالدنيا اكثر من رفقة انسانة بريئة وحساسة وحلوة مثلك. نحن افتكار الجرح في نفسه، حلم طيور البحر بالمركب. أذرعنا أذرع أشواقنا تهتف بالذهاب لا تذهب. نحن دعي نحن أيا واحة يحلم فيها كل مسترطب. مررت أم نوار مر هنا لولاك وجه الأرض لم يعشب. دوسي فمن خطوك قد زرر الرصيف يا للموسم الطيب.
ألو؟ أيوة أنا نزار، مين معي؟ أنا بنت أول حرف من اسمي لام، وحبيت أسمع صوتك بالتليفون. أهلا وسهلا بالآنسة لام. لام لا بس عفوا خليكي معي لحظة. أيوة أنا السلام، بس بظن حرف اللام لوحده ما بيعني شي. ما هلأ يمكن ما يعني شي، بس من المكالمة الثانية رح تعرف شو معناته. طيب يا أنسة. طيب يا أنسة لام، بركي بالمكالمة اللي جاي بتكوني أنت الأميرة وبكون أنا الأمير، بس هلأ اعملي معروف وسكري الخط لأنه في ناس ناطرينك بالتليفون. طيب عن إذنك. معه حق، ما بيعرفني، وحرف لام لحاله ما له معنى. تراني أحبك لا أعلم، سؤال يحيط به المبهم، وإن كان حب افتراض لماذا إذا لحت طاش برأسي الدم، وحار الجواب بحنجرتي وجف النداء ومات الفم، وفر وراء ردائك قلبي ليلثم منك الذي يلثم. تراني أحبك لا محال، أنا لا أحب ولا أغرم، وفي الليل تبكي الوسادة تحتي وتطفو على مضجع الأنجم، وأسأل قلبي أتعرفها فيضحك مني ولا أفهم. تراني أحبك لا محال، أنا لا أحب ولا أغرم، إلى أن يضيق فؤادي بسري ألح وأرجو وأستفهم، فيهمس لي أنت تعبدها لماذا تكابر أو تكتم. يا لميس، بكرة ما بتجي على المدرسة إلا ولي أمرك معي. بابا مسافر وأنا ما عندي ولي أمر غيره، إلا كان بضلي بالبيت لحتى يرجع أبوك من السفر. يا بنات، هاي القصيدة اسمها مكابرة، مشان إذا وحدة منكم حبت تقراها كاملة. ألو، أيوة نزار، مين بيريدو؟ مي؟ وحدة طلبت نزار، سكرت الخط. أنا هيك بس أطلع لهم بسكروا الخط بوشي. أريدها تقرد بنات هالأيام، لا عندهم حياة ولا خجل، بدل ما الشباب يلحقوهم هنن عم يلحقوا الشباب. أمي الله يرضى عليك، طالما فتحت محلك الجديد وشغلك مع أبوك ماشي، ما فكرت تتجوز وتعمل عيلة؟ يا أمي ليش مستعجلة؟ من شو خايفة؟ أنا مالي خايفة عليك، أنا خايفة على أخوك نزار، ما شايف تليفوناته ما عم تهدأ، وصرنا نشتهي يقعد معنا بشي سهرة. بعدين أنا ما بقدر جوز أخوك نزار قبلك لأنه أنت أخوه الكبير. وين كنتي وليش لهلأ؟ كنت عند رفقاتي. مين هني؟ ما بتعرفيهم، لو قلت لك أسماءهم ما رح تعرفيهم، ليش عم تسأليني؟ لميس
عم تحاكيني بلهجة غريبة وما في بالعادة تحاكيني هيك. وانت ما في بالعادة تسأليني. اعتبريني من اليوم ورايحة تغيرت. وكيف ما تحركتي من البيت بأسألك وين رايحة ومع مين رايحة وامتى راجعة؟ يعني بدك تتبعي اسلوب جديد معي. فهمي الموضوع هيك. ايه انا ما بقبل. منين اجتك كل هالوقاحة؟ انا بقول شي وانت بترفضي؟ طبعا برفضه، لانه جايه من ام مشغوله بحاله طول الوقت ومشاعر بنت الصبيه اخر شيء. لميس لا تخافي ما رح كفي، بس المنطق انه حضرتك تجاوبي على هاي الاسئله من ما جاوب عليا انا. قليلة ادب. اسمعي، اذا بدك تضلي تعنديني بهالطريقه هي بدي ابعتك عند ابوك تعيشي عنده. بابا طليقك المحترم يا مدام ما عنده بحياته مطرح الي، وبس حضرتك تقرري تتخلي عني انا رح يحكم مني انتوا الاثنين. صايد لساتهم بخط اليد، كيف عم يصلوا لكل هالناس؟ والله هلا المنشورات السريه كيف بتصل لكل الناس؟ لا هنيك في واحد هو بيكتبهم بينسخهم ويعطيهم لجماعته وجماعته بتوزعهم. بحاله قصائدي ما في من هالحدا. يا سيدي انا ايه انا رفقاتي بيطلبون مني وانا بنسخ لهم اياهم. هلا انت عم تكتب الشعر لحالك ولا لحتى ينتشر وينشهر بين الناس؟ أنا ما عملت غلط، بس كان هذا الموضوع شوي هيك محيرني. على كل أنا حريحك من شغلة النسخ هي نهائيا وكليا وإلى الأبد. شلون؟ شلون؟ راح بلش أنشر قصائدي بالجرائد والمجلات